السلام عليكم. وعليكم السلام. ويانا مدير مستشفى النعمان دكتور صلاح عبدان العزي. طمنا عن حالتك كابتن احمد الرضي. الحمد لله، الان وصلنا قبل دقائق الكابتن وحالته بفضل الله تقريبا مستقرة، ووضعه يطمن على خير ان شاء الله. نسأل الله ان يحفظه ويحفظ جميع روادنا ورياضيين وجميع العراقيين. الان صحته طمن بخير، عنده بعض الاعراض البسيطه ان شاء الله، نسأل الله ان يقوم من عندها سالم ان شاء الله. ان شاء الله، شاكرين لكم احنا. واجبنا نشرف بخدمة أبطالنا وروادنا. كنا بنقول قصرون والله، ما شاء الله عليكم، ما قصرتوا شيء وكفيتوا ووفيتوا كل شيء. واجبنا هذا، بالعكس يعني احنا نتمنى نشوفك ظروف أفضل من هذه، وكان أمنيتنا نشوفكم دائما أنتم نجوم العراق ورواد العراق وبعتم صحة وعافية، لكن هذا المرض هذا وضعه، حتى يعرفون الناس الآخرين للأسف الكثير لحد اللحظة يدعي أنه لا توجد كورونا، وهذا دعاية سياسية أو عالمية. لا، أخواننا أبنائنا يوجد هذا المرض ومرض موجود، ونسأل الله أن يجنب الجميع، ما أريد أحد يفقد من أعزاء وأحبائي الله يشعر بهذا المرض. لذلك الالتزام بالوصايا الطبية، الالتزام بالوقاية ولبس الكمامة.